مع تسارع وتيرة هذه المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح كثير من الشباب هاجسه الأول أن يكون مشهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويكون له كثير من المتابعين، ويكون له دور ومؤثر ومشهور أيضا في المجتمع اللي هو بيعيش فيه. أكيد يا حازم، لكن بالمقابل أن يكون مشهورا، يعني معلش، احنا بنحب انه نبرز اجمل ما لدينا في الوطن العربي، لكن ان يعي كيفية الحفاظ على امنه، امن معلوماته، وكيف يحمي نفسه من وسائل التواصل الاجتماعي ومن التكنولوجيا المتطورة بشكل رهيب، لانه احنا اليوم في حرب المعلومة، حرب الحفاظ ايضا على المعلومة، كيفية حماية الامن الشخصي وامن المجتمعات ككل من خلال حديثنا المطول مع الدكتور بهاء حسن، المختص بأمن المعلومات ورئيس المؤتمر العربي لأمن المعلومات. يسعد مساك دكتور بهاء. أهلا وسهلا بك وسادة المشاهدين. أهلا وسهلا فيك في بيت للكل. حياك الله دكتور. اليوم الموضوع موضوع جدا مهم يشغل كل العالم، لكن في الآونة الأخيرة متغيرات الأحداث اللي حصلت في الوطن العربي جعلت منصات التواصل الاجتماعي والافتراضي هي المهيمنة على المشهد الحالي. نتحدث عن اليوم، قمنا ما نبحث عن النجاحات في الجانب العملي، صار مقياس النجاح ومعيار النجاح هو مواقع التواصل الاجتماعية. ليش صار هذا التغير والتحول السريع؟ والله منصات التواصل الاجتماعي على قد ما هي مميزة، ليها مميزات كثيرة جدا، ربطت الناس ببعض، حسستنا ان الكرة الأرضية دي عبارة عن قرية صغيرة. بس طبعا على قد ما التطور شغال في هذا المجال، في تطور تاني للأسف شغال بالأغراض الربح السريع المؤثر والمسيء للشباب. وعشان كده احنا دايما لما بنقول في تطور في مجال السوشيال ميديا والتكنولوجي والكلام دوت، فيبقى لازم نكون حريصين على أمن المعلومة وعلى أمننا الشخصي وعلى الأمن الاجتماعي. فهو ده اللي احنا دايما بنركز عليه وبنهتم به، خوفا على شبابنا وخوفا على نظم المعلومات الخاصة بالمؤسسات وبالدولة.